هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة في مكة المكرمة وفي منطقة عسير كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من مدينة الرياض ومحافظة النماص وشهدت منطقة تابوك مساء أمس أمطارا متوسطة شملت عددا من المحافظات وسقطت أمطار متوسطة على القصيم والمحافظات التابعة لها أما محافظة الأفلاج فهطلت عليها أمطار غزيرة سالت على إثرها عدد من الأودية فيما شهدت الباحة أمطار متوسطة كما هطلت أمطار غزيرة على محافظة الطايف والقرى التابعة لها وهطلت أمس أمطار متفرقة على منطقة القصيم ومحافظاتها ما بين متوسطة وغزيرة كما هطلت أمس أمطار غزيرة على منطقة نجران شملت مدينة نجران ومحافظاتها محافظة العلا تزامنا مع تحذيرات من الاقتراب من مجاري السيول والأودية